بسم الله، هنشوف ازاي نرسم على ليارات مختلفة في برنامج الجيم دي. هنا عندي جزء بتاع الليارات، ممكن اقول له انا عايز لير جديدة، فبيسألنا عن الاسم والابعاد بتاعتي. الابعاد دي ممكن تبقى بالبكسل او تبقى بالمليمتر او اي حاجة انا عايزها. عايز تملى بأني لون، الفور جراوند ولا الباك جراوند ولا اللون الابيض ولا اللون الشفاف؟ اقول له اوكي. اقول له مثلا انا عايز ارسم هنا وليكن شكل دائري، وعايز اديله تدرج لوني. اختار التدرج من هنا، اي تدرج لون انا عايزه، وليكن مثلا دوت اهوت الشكل دوت. ممكن اعمل لير جديدة واقول له انا عايز ارسم بالفرشة. طبعا هاجي هرسم في تحديد على جزء معين، فالبره مش هيبان. عايز كنترول زد واروح داخل على سيلكت، اقول له نان، انا مش عايز سيلكت خالص، وابدا ارسم اي حاجه انا عايزها. ممكن بعد كده اخفي لير من العين ديت، تمام. ومن هنا دي الشفافيه بتاعتي، انا ممكن اختار اللير ديت واغير الشفافيه بتاعتها. وده المود بتاعي، ممكن اختار نورمال او اختار لايت اونلي او اختار سكرين، اقدر اختار اي شكل من الاشكال اللي انا عايزها. وممكن اللاير دي مثلا عايزها فوق، تمام. انا لو انا جيت دلوقتي عملت ده موف وحطيت ده فوق دوت، تمام. طيب لو نزلتها بحيث اني واحدة فيهم اللي تغطي على التانية، ولو في لير انا حاسس انها ملهاش لازمة ممكن اعملها ديليت عن طريق ان ادوس على زر ديليت دوت تتلغي. وعندي هنا القائمة بتاعت اللير، بلاقي ممكن الغي لير او اعمل لها دوبليكيت. يعني ممكن اللير ديت اجي هنا ادوس دوبليكيت، او من قائمة لير اختار كلمة دوبليكيت. يبقى كده عندي عملتين ذهبيتين شكلهم جميل، تمام. والميزة هنا في الليارات ان انت بتحط شغلك كله، تقدر تخفي وتظهر الحاجة اللي انت عايزها في قلب الشغل بتاعك.